انتهاكات ماليشيا المخلوع الصالح والحوثيين لم تستثني أحدا في المجتمع، بما في ذلك التجار والمستثمرين. فما من يوم يمر إلا ويمارس فيه الانقلابيون أعمالا ابتزازية على التجار، ويفرضون إتاوات وضرائب باهظة على المواد والسلع التجارية، كما يطالبونهم بدفع الخمس كمجهود حربي حسب زعمهم. اختطاف أبناء التجار وسيلة أخرى يمارسونها ليتم افتداؤهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم. تمارس ميليشيات الحوثية الاختطافات والاعتقالات بحق الكثير من المدنيين والحقوقيين والناشطين بكل من يخالفهم في الرأي، ولكن تزيد من حدة هذه الاختطافات والاعتقالات بحق رؤوس الأموال وبحق التجار وبحق من يمارسون النشاط ورجال الأعمال لكي تبتزهم، لكي تقوم بجباية أموال غير شرعية من أوجه هذه الابتزازات. ما قامت به ميليشيات الحوثي من عمل جمارك جديدة ومنفذ جمركي جديد في مدينة ذمار. آخر الاختطافات تلك قيام مسلحين حوثيين باختطاف رجل الأعمال المسن عبد الله المغشي صاحب حديقة السبعين الترفيهية في العاصمة صنعاء، والطلب منه التنازل عن أملاكه في الحديقة. أيضا في إب اختطف مسلحون نجل أحد التجار وطالبوا أسرته بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وكلها أعمال منافية لكل القوانين. الجرائم التي تمارس من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح في حق المواطن اليمني من ابتزاز واختطاف وأخذ رهائن مقابل مبالغ مالية كفدية مالية في حق التجار، هذه جرائم تعد سلسلة من الجرائم التي تطال المواطنين سواء بالسلاح الثقيل أو بجرائم الابتزاز، لا تختلف عن هذا، وهذه الجرائم تتنافى مع القوانين المحلية والدولية. أعمال ابتزازية دفعت من استطاع من التجار للمغادرة، كما ضاعفت من أعباء المواطنين من خلال انعدام السلع التجارية أو ارتفاع أسعارها بشكل خيالي. تبدو الحركة التجارية طبيعية جدا في مناطق السيطرة الشرعية، لكنها عكس ذلك في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية نظرا لما تمارسه من أعمال ابتزاز ضد التجار والمستثمرين. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز.